السلام عليكم ورحمة الله الله. وبركاته. لقيت تطبيق اسمه كوتشن اي اي او حلال رياضيات. التطبيق ده واخد 4.7 من 5، فده معدل كويس، ومشارك فيه 173,000 واحد ادوا ريفيو. يعني ممكن يكون عدد قليل اللي شارك فالرقم عالي، لا هو فعلا ناس كتير مشاركة. هو عامل معتمد على تقنيات الذكاء الصناعي زي شات جي بي تي او جيميناي. انت بتصور اي سؤال وهو يبدأ ان هو يحل لك السؤال ويبدأ ان هو يشرح لك الحل. يعني لو الحل مش واضح تقول لا اشرحه لي، فيبدأ ان هو يشرحه لك. تبدأ ان انت تشوف تديله معادلة تصورها بالكاميرا يبدأ ان هو يحلها. طبعا انت ممكن تعمل الحاجات دي مع جيمناي او تقدر تعملها مع شات جي بي تي، لكن هنا هو برنامج متخصص في المواد الرياضية، العلوم، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الحاجات اللي احنا بندرسها في المدارس، فبيجيب لك الإجابة اللي هي موجودة في المدارس وبيسهلها بمستوى الطالب. يعني في بعض المواقع بدل ما هو يبدأ يعمل حاجة منافسة لشات جي بي تي ومليارات، لا هو بيعتمد على شات جي بي تي لكن بيخصصه لحاجة معينة. يعني مثلا يخليه يركز على المواد الدراسية، يخليه يركز على تاريخ مثلا مصر مثلا وهكذا. وتقدر انت تعمل معاه شات وتقدر انت تجاوبك على الأسئلة بتاعتك. فتطبيق كويس، اتمنى تجربوه وما حدش يستخدمه في الغش او حاجة زي كده. في برضو مواقع كتيرة او تطبيقات كتيرة لكن هو ده كان الاكبر تقييم فيهم، لكن تقدر ان انت تجرب السيميلر ابس.